احنا فرحانين بهذا التعادل، كيعطينا واحد الدعم واحد الطاقه للمقابله اللي مازجع في يدنا باذن الله بدون شك، وفرحانين بهذا المناسبه وبهذا التعادل. التعادل بالنسبه لنا غلب، راه كنلعبوا مع فرقه بطل العالم، وشكرا بزاف. السلام عليكم، احنا مباشره في مدينه تطوان شارع محمد الخامس، والمقابله كانت صعيبه، وكنشكر المدرب الكراكري والمنتخب على المجهود ديالهم. المقابله ان شاء الله يكون اخرى نحسبوها ان شاء الله اخر. السلام عليكم. وشويه من المجهود ديال ما كاين الامن ان شاء الله. السلام عليكم. حنا الشباب ديال تطوان جينا هنايا نتفرجوا في المنتخب ديال بلادنا المغرب ضد كرواتيا، وصراحه نقدموا اداء مزيان، كانت النتيجه مزيانه 0-0، معدل التعادل ايجابي، وان شاء الله المباراه الجايه ندير ان شاء الله. ديما المغرب، ديما المغرب، فاموس تطوان. احنا فرحانين بهذه النتيجه هذه، وهذه النتيجه ايجابيه كتخولنا في مقابله تكونوا في مستوى نهار بلجيكا ان شاء الله، عطينا واحد الثقه كبيره في الفريق المنتخب الوطني المغربي، ونتمنوا له الانتصار في المقابلات الباقيه ان شاء الله. الله يوفقهم. كانت واحد الروح قتاليه الصراحه، كانت روح قتاليه جيده للمنتخب، العناصر كاملين لا في الدفاع ولا في خط الوسط ولا في المهاجمين. نتمنى الله سبحانه وتعالى في مقابله بلجيكا تكون مقابله احسن من هذا، ونحصلوا على نتيجه احسن من هذه ان شاء الله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي. بارك الله وبركاته. احنا بغينا المنتخب الوطني المغربي يفوز بهذه الجائزه، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يفوز المنتخب الوطني بهذه الجائزه، هذا المونديال. يا ربي تنصر المسلمين، بيبا تطوان، بيبا القنيطره، بيبا كل شيء، بيبا القوه العربيه. وكنشكروا الركراكي على هذه النقطه هذه، واحسن منتخب في العالم، وبيبا وعجبوا وقاموا تطوان. السلام عليكم اخوان، ما خصناش كتسمى التشكيله بحال اللي دخلت بهذا باردا هذه، خصنا نعزموا ونكونوا احسن من باردا هذه، ونكونوا مع برجيكا احسن، وناحي وداك الشيء ما خصناش. خصنا بارديده، هاد بارديده عن سوا، وبارديده اللي ما خصها تكون في 6 الصباح باش نفيقوا ونزيدوا فيكم.